بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي يتكلم معكم الأخ جاكوتي عبد العالي من مدينة السمارة الغالية علينا وعلى الشعب المغربي من طنجة الكويرة. احنا كفنانة كانت نغنوا المدح على الرسول صلى الله عليه وسلم وكنغنوا الأغاني هاي العصرية. والفرقة إلى جيت لي نقول لك الفرقة راهي تأسست سنة 1980 وحنا الحمد لله في هذا الضومين يا ربي رانا حامدين وشاركنا في هذا المنتدى الحمد لله الكبير اللي فرزازات والحمد لله وبينا عنا رانا جينا من الأقليم مدينة السمارة وشاركنا فيه وشنا خوتنا وخواتنا وحبابنا والحمد لله راه عنا معاهم الحمد لله في هذه المدينة العزيزة علينا وعزيزة على الشعب المغربي من طنجة للقويرة. وكنتمنى لخوتي واخواتي الورزازيات حتى كاع شمال المغرب عنا الى قدو يفتحوا لنا هذيك الطريق اللي نعودوا نمشوا الى من القويره ويعودوا هما حتى هما هذوك اهل الشمال يجونا حنا للجنوب يلا لي مزيانها عندي. حنا هذه كانت هذه باب مسدود علينا عنا ما كنمشيو للاقاليم الشماليه حدنا وارزازه. واليوم اللي كان طالب عنه يفتحوا لنا ذاك الباب ويخلونا نمشي نشوفوا خوتنا واخواتنا المغاربه اللي في طنجه ويجونا هو حتى هو الاقاليم الجنوبيه لا السماره لا العيون لا الداخله لا بوجدور وانت عارف وتعود ديك المحبه بيناتنا والصحراء المغربيه وستبقى مغربيه الى ناريت الله الارض. وعاش الماليك وعاش المغرب وعاش الشعب المغربي من طنجه للقويره وشكرا. بزاف هاد الليله هاد الناس هادو مصينا وكنشكروهم وشوفكم مره اخرى ان شاء الله. انا فرحانه بزاف بهاد المهرجان اللي داروا في ورزازات وانا بنت ورزازات وبغيت نكون ان شاء الله بوليسيه وكنقول لهم شكرا بزاف وبغيتكم تزيدي لنا اكثر من هادشي وشكرا. الفيستيفال هذا زوين صراحه تفرجت فيه جيت انا من كازا غادي للنقوب مي شتا الصراحه انايا تفرجت فيه في ورزازات بالضبط التوريد صراحه زوينه انا هادشي داز زوين زعما ما صدمني والله الا هادشي زوين بزاف شكرا للطاقم يعني الناس اللي نظمين هادشي هذا داز زوين ما كاين لا مشاكل لا والو شكرا لبنتكات ما عرفت دانا يلا بريس شكرا اصوات ميرسي بوكو. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.